السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن مراجعه تحليل حلقه رجل العصا. بس قبل ما ندخل بقى في حلقه النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار من الحلقات الجديده لما تنزل. تابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. Sen beni kaçırıp mahzene kapattığında acaba senin karınla kızın bu evde yaşamıyor muydu? Veririm. Dokunma dede. Seni var ya çok. Ben yiyem. Ya sen nasıl benim yüzüm. حلقات مسلسل رجل العصا الاولانيه كانت بتيجي ان هو هوس تامر ببيري وهوسه بيها، ولكن في اخر حلقه شفنا الموضوع تغير تماما. شفنا هوسها الكبير بتامر، هوس بيري بتامر، وده مبرر وطبيعي جدا. فهي سيكو قالها له، سيكو يعني وقال له الموضوع في قعده كده من الاخر، قال له الوضع هكذا، اللي هي واحده لسه دفنه عيلتها في التراب. اولا صدمه كبيره جدا، اختها اللي تعتبر بنتها مع جوزها وحب عمرها، يلاقي الاثنين بيخونوا بعض ويموتوا هم في حضن بعض وتدفنهم وانت جاي تخطفها في اليوم ده وتعمل لها كل حاجة وماشي معها رومانسية والجو ده. فطبيعي جدا بقى انها تحبك، وطبيعي جدا انها تتعلق بيه. فهي في الفعل وصلت هوسها بيه هوس كبير جدا لدرجة انها مش قادرة تبعد عنه ثانية، لما تمسك فيه مش قادرة على بعضه تماما. والقفلة رهيبة اللي هي دخلت عليه البيت، مش بس بتدخل عليه البيت بقى مثلا وبأي حجة وخلاص تتكلم معه في أي حاجة، لا ده دخلة تقوله ما قدرتش أستنى من غيرك، مش قادرة أكمل من غيرك. وفي الإعلام بنشوف الكلام ما بينهم إنها مش قادرة وإنها عايزة معاه وإنها خلاص مش قادرة تقعد لحظة من غيره، وشفنا هو بيتجنن ومراته بتتجنن والأمور بتتجنن. فإحنا الحلقات اللي جاية الظاهر المنسق هيبقى هوس بيري بيه بقى، هوس بيري بتامر، إنها إزاي هتخليه هو يحتوي. وطبعا الموضوع دخل خلاص في العيلة. هو المسلسل مستو ان هو الاماكن محدودة، اماكن التصوير محدودة، الشخصيات محدودة، ففي اطار ملموم كده تقدر تلمه من الاخر، ودي ميزة من مميزات المسلسل. ميزة كبيرة كمان من مميزات المسلسل زي ما قلت الحلقات ملمومة كده، فانت قاعد ملم بكل حاجة بتحصل، الموضوع مش كبير. عشان كده انا كنت بفضل ان هو يبقى مسلسل مثلا منصة والحلقة اقل بشوية عشان المسلسل يكبر. وعشان كده برضو انا مش شايف له بعد نظر كأحداث لحلقات كتيرة، يعني ممكن يبقى 15 حلقة مثلا ولا حاجة، 20 حلقة، لكن مش هيكمل يبقى مواسم كبيرة وكبيرة. لان زي ما قلنا يعني الحلقة اللي فاتت مثلا او الحلقة اللي قبلها كانت معظم الحلقة اصلا في الكرفان عربية وجرين سكرين مش ماشيين، فهو الاحداث محدودة. المسلسل بيعتمد على الحوار وقوة الحوار، ودي حاجة مميزة وهو نجح فيها وبشكل كبير. فالحوار سري جدا والحوار قوي جدا ما بين الشخصيات وموصل لك الفكرة. اماكن محدودة يعني مفيش شخصيات كتير بس الحوار سري، ودي زي ما قلت ميزة كبيرة جدا. فاحنا في الحلقات القادمة بقى هنشوف هوس بيري التامر، وهنشوف ازاي هو هيدخلها جوه عيلته وهيدخلهم مع بعض، ودي تبقى حاجة قوية جدا ومنتظرة كبير يعني في الاحداث. زي ما قلت الموضوع ملمون شوية فمفيش تفاصيل كتيرة انها يعني تتحلل او انها تتوقع احداث، فخلاص اتوقع ان هو هيحاول يدخلها ويحصل مشاكل كبير جدا ما بينه وبين عيلته. وبرضه المسلسل بيبرز حاجة حلوة اللي هو الزن على الودان، يعني زن اخت مراته على مراته وهو هي السبب في كل اللي بيحصل ده. فلو ما كانتش هي موجودة كانت مراته عادي هتفضل، لان هو ده طبيعي، تامر هو تامر يعني وقته اللي بيقضيه في الشغل كتير ما مش فاضي دايما، على طول مش فاضي على طول مشغول، ده طبيعته. بس لما اخت مراته جت عشان هو بقى غني وهي طمعت وعايزه تعيش نفس عيشه وغيرانه من اختها، بدات تزن على ودنها، ودي حاجه اتعلمها لك زي ما قلنا الدروس بقى المستفاده في الحياه، الزن على الودان. هي فضلت تزن على ودنها رغم ان هو ما اتغيرش ولا اي حاجه بعيدا عن موضوع الخيانه وان هو بيخونها اصلا، بس الطبيعي لو هي من غير اختها ما كانتش هتحس باي حاجه، كانت هتقول ان هو لسه يعني البيت تعبان وشغال برمجه وتمام ومية مية، ولكن الزن على ودان خلاها تاخد بالها من اللي بيحصل والفروقات اللي بتحصل. فهو المسلسل حتى الان ماشي بنسق ممتاز، الاحداث قويه ومفيش فيه اي عيوب حتى الان من وجهه نظري. وفي انتظار الحلقه الجايه باذن الله، يا ريت لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير للحلقه، ويا ريت انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده لما تنزل. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله.